عصام مغامي رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية الفلاحية بباجة. حكينا وضعية المياه الحالية في باجة. بالنسبة لولاية باجة، إذا كان نشوف وضعية الأمطار في السنة السابقة اللي انتهت في 31 أوت 2024، الحقيقة عنا عجز في كميات الأمطار المسجلة. يبقى منذ بداية السنة الهيدرولوجية اللي تبدأ 1 سبتمبر 2024 لحدود اليوم، سجلنا كميات من الأمطار الحقيقة تبشر بخير، إن شاء الله تتواصل. الكميات هذه مبدئيا ما عندهاش تأثير كبير على السدود، ناهيك وأنه احنا سجلنا سنوات نقص مياه أمطار متتالية قرابة 5 سنوات، هذه أثرت الحقيقة على مخزون السدود. اليوم التصرف في مخزون السدود حسب الأولويات، مياه الشرب ثم الأشجار المثمرة بالأرقام ثم الأعلاف والحبوب. إيش عنا ما في السدود؟ السدود في ولاية باجة اليوم عنا 3 سدود كبرى، اللي هم سد سيدي سالم، سد سيدي البراق، وسد كساب. عنا حوالي مجموعة ما بيناتهم 208 مليون متر مكعب. السنة الفارطة حوالي 280، عنا مقارنة بالسنة الفارطة حوالي نقص متاع 60 مليون. إن شاء الله رب المعدل العادي نتاعها، المعدل العادي نتاع مجموع السدود حوالي مبدئيا تو حوالي 600 مليون متر مكعب. احنا تو عنا تقريبا 50% حوالي 50% أقل شوي من 50%.